رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أن الحكومة أطلقت حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تمكين المرأة في مختلف المجالات. باشرنا به بعد شهر واحد من تشكيلنا لحكومتنا الحالية، حين أطلقنا حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. هذا العنف الذي يتخذ أشكالاً وألواناً متعددة لا تتعلق بالتعنيف الجسدي فقط، بل تتجاوزها إلى العنف النفسي والروحي، من خلال قسرها وحرمانها من حقها في التعليم أو منعها من امتلاك زمام القيادة في المناصب الإدارية أو جعلها فريسة للفقر والحاجة، فضلاً عن عدم تمكينها لتؤدي مهامها الحياتية بما يتناسب مع مزاجها النفسي واستعداداتها الفطرية التي وهبها الله لها من دون تلويث لهذه الفطرة السليمة.